صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهاردة 31/5/2019، 26 رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيام بتجري بسرعة جدا، وهنستقبل عيد الفطر. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. هنستعرض طبعا فقراتنا للنهاردة يوم الجمعة، بس اسمحوا لي في البداية أصبح على أشرف. صباح الخير يا أشرف، إزيك؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. صباح الخير دينا، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل. آخر أيام قليلة جدا بإذن الله تعالى، والعيد بإذن الله إن شاء الله يوم الثلاث القادم. كل سنة وحضراتكم طيبين. يا رب إن شاء الله نقضي عيد جميل علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية والخليجية، بمناسبة يعني إن إحنا عندنا قمة مهمة جدا خليجية وقمة عربية وقمة إسلامية في المملكة العربية السعودية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة كل ما يهم العالم الإسلامي والعربي والتحديات اللي هم بيواجهوها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دينا ألقى كلمة امبارح في صحيح. القمة العربية، وإن شاء الله هيلقي كلمة بإذن الله تعالى في القمة الإسلامية اليوم. بتهيألي قمة في التوقيت ده بالذات ليها دلالات كتيرة جدا، بالذات بما تشهده يعني المنطقة من مشاحنات ومن ضغوط. فبنتمنى ان شاء الله تخرج بتوصيات تكون على قد القمة اللي مقامة دلوقتي في السعودية. خلينا نستعرض مع حضراتكم فقراتنا للنهاردة، بما ان شهر رمضان طبعا شهر الخير والكرم، واتمنى طبعا الروح دي تكون موجودة في جميع شهور السنة، ما تبقاش بس مرتبطة بشهر واحد. صحيح. بس خلونا نتكلم ان احنا النهاردة معانا عمل خيري من نادي خيري، وطبعا هو نادي اللي بقى طويل جدا في العمل الخيري وهو الروتري. هنتكلم عن القافلة الطبية للكشف المبكر على الإصابة بالسرطان في منطقة المرج، وتعتبر من المناطق الأكثر احتياجا. غير كده كمان هم استعدادات لتوفير ملابس العيد. فهنتكلم كمان مع ضيفة عزيزة جدا على البرنامج، وهي السيدة نازك أحمد الألفي، مؤسس ورئيس سابق روتري الكرنك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واحد من الأدعية اللي بيدعي بيها كل مسلمي مصر في آخر، خاصة في آخر 10 أيام من رمضان، محاولة منهم ان هو التقرب لسبحانه وتعالى، ونحاول ان احنا ندعي ربنا، نحاول ان احنا نوصل لليلة القدر. كثير من الصلاة، كثير من الصوم، كثير من قراءة القرآن، كثير من الدعاء. النهاردة في فقرة دينية، بمناسبة النهاردة آخر يوم الجمعة في رمضان، عندنا ضيفي اللي هيشرفنا فيها الاستوديو، نتكلم عن الدعاء وازاي الواحد يحاول يدعي ربنا بكل الكلمات اللي بيحاول يتقرب ليها لسبحانه وتعالى، مع الشيخ طارق نصر كبير الباحثي الأزهر. خلينا نتكلم عن فيلم تسجيلي مهم جدا، وفي فئات مهنية في المجتمع تقريبا ما نعرفش عنهم حاجة. ممكن نكون نعرف نسمع عن الفئة دي أو نسمع عن المهن دي، بس ما نسمعش عن الصعوبات اللي بيواجهوها، حياتهم بتكون عاملة ازاي. عشان كده معانا مجموعة من المخرجين، وفعلا هم مجموعة من المخرجين قرروا ان هم يخرجوا فيلم اسمه الجحيم الأبيض. وهنتكلم عن هذه الفئة بالذات وهذه المهن من خلال مخرجنا، وهو عاصم محمد مخرج فيلم الجحيم الأبيض، وعمر شاش هو كمان مخرج لهذا الفيلم. وهنتكلم عن فكرة ازاي كمان ممكن يكون في كذا رؤية من كذا مخرج لفيلم واحد، هل ده واجه صعوبات ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال الفيلم التسجيلي الجحيم الأبيض. الشباب المصري، وخاصة يعني الشباب الجداد كده، لما بيحطوا حاجة في دماغهم بيوصلوا لها، وخاصة لما يكونوا مثلا بيحبوا لعبة معينة. في لعبة من الألعاب بتبقى ألعاب عنيفة شوية، اسمها لعبة التايكوندو. لعبة التايكوندو بتبقى صعبة على الولاد، إيش حال بقى البنات؟ عندنا بطلة النهاردة عندها 16 سنة تقريبا، عندها 16 سنة يعني، وبطلة في التايكوندو. هي حصلت على الذهبية في بطولة الفجيرة. هي اللاعبة سمية النيداني، ومعاها والدها الأستاذ أو الكابتن محسن النيداني، وهو بطل دولي كمان في لعبة التايكوندو. هنتعرف أكتر على لعبة التايكوندو ونشوف واحدة عندها 16 سنة وبطلة الفجيرة، بطلة يعني المفروض ان شاء الله تبقى بطلة عالمية يعني. طبعا انتوا دخلتوا في كل التخصصات يا دينا، ويعني انجزتوا بطلة بصراحة. حلو، كويس جدا، انا سعيدة بكده. لا احنا برضو الرجالة لازم نغير شوية، ان كنتوا بقيتوا يعني. طب وليه ما تكونش انت سبورت، او ممكن تكون داعم بدل ما تغير؟
لا ما انتوا كنتوا طول الوقت بتغيروا من الرجاله وتقولوا لا حقوق المراه ومش حقوق المراه وحاجات كده. لا بس دي مش غيره، هي مجرد مطالبه ببعض الحقوق. طب احنا نطلع انا وانت فصل وبعدين نتكلم في الموضوع عشان كده يعني دلوقتي. طيب خلينا كمان بما ان احنا اشرف كان لسه بيتكلم عن تايكوندو وعن اهميه الرياضه، معانا تقرير دلوقتي حالا رياضي فتابعوه، نرجع مع حضراتكم ونبدا اولى فقراتنا بس بعد الفصل.